واحد السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا رب. فيديو اليوم غنعاود لكم واحد النكته، واحد اش غنقول لكم، واحد القصه ديالي طرات ليا. كنت كنعاودها صاحبتي قالت لي دي خاصك تعاوديها للناس. قلت لها والله الا فكره، علاش لا. غنعاود لكم قصه كيفاش خديت هذا او لا كيفاش خديت الجنسيه الامريكيه، لان فعلا واحد الدعابه تستحق انني نشاركها معكم. مهم كنت دافعه على الجنسيه وداك الشيء، وكنت حامله بولدي. واحد المره جالسين في الدار، ما علينا ما بينا، هادشي في امريكا. كانت عندي عدوزتي الله يرحمها في هذا النهار يا ربي، هي واختها اللي هي خالت راجلي حتى هي الله يرحمها يا ربي ويوسع عليهم جوج. عدوزتي بين قوسين في المقال كانت احسن عدوزه في العالم، الله يرحمها ووسع قبرها في هذا النهار هذا يا ربي. وكنطلب منكم ترحموا لي عليها لان كانت عزيزه عليا بزاف. المهم والله يرحم جميع اموات المسلمين باذن الله. كنا جالسين فحال هكا، انا كنت في كنت في شهر الثامن حامله، جالسين هكذايا مجمعين انا وياهم، انا وعدوزتي واختها الله يرحمهم. ودخل راجلي، دخل مع دخلت الباب، هز هكذايا واحد المريه، قال لي جاتك الدعوه، جاتك لانفيتاسيون ديال الجنسيه. قلت ليه واخيرا؟ قال لي عرفتي؟ قال لي السقا غتجيك نهار الولاده ديالك، غتولدي نهار الدعوه، نهار الجنسيه الموعد. قلت لي لا، كنضحك. قلت لي لا وزتي فيك. قلت لي نرواق ليا شهر و شهر ونص. ما كانوا عاطيني، كانت عاطيني ديك الساعه كان شهر 5 ماي، وانا عطيني الطبيبه الاخر ديال شهر 6 ان شاء الله، زعما ديك الساعه ان شاء الله نرولت. كانت عطياني الاخر شهر 6 نولد. قلت لي ويلي ولا بزاف، قلت لي مالك انت سبقتي ليا. وهما عطاوني 6 شهر 6، باقا نعقل 6 شهر 6 عطاوني ندوز الجنسيه. قلت لي لا باقا، قلت لي غندوز الجنسيه ان شاء الله وانا باقا ما ولدت. وكيقول لي المهم انا قلت لك، قلت لي هو ما تفايلش عليا. داز الوقت وداك الشيء، وبقيت من ديك الساعه كانت تقريبا بقى لي شهر باش ندوز الجنسيه، شهر ما كاملش باش ندوز الجنسيه. وبقيت ديك الساعه بديت كنراجع الجنسيه وكنشوف زعما شنو الاسئله اللي غيعطيوني. وانا ديجا ديك الساعه كنت كنقرا في التاريخ ديال التاريخ الامريكي، ملي كنت كنقرا تمايا، ملي كنت كنقرا في امريكا، كنت ديك الساعه سبحان الله كنت كناخذ الكلاس ديال الامريكان هيستوري او التاريخ الامريكي. دونك كانت مسهله عليا القضيه ديك الساعه، باقا حافظه كل شيء صافي. وكنزيد بحال شي حاجه اللي باقا ما قريتهاش ولا هذا، مهم كنزيد المعلومات صافي. دازت ليام داك الشيء، قرب امتحان وقربت الخلعه وفرحه وكل شيء صافي. راجلي جاي من الخدمه، وصل نهار 6 شهر 6 عندي رونديفو. جا راجلي من الخدمه وغندي معايا ولدي، ديك الساعه كان ولدي الكبير باقي صغير، ما قدرتش نخليه مع، كان ديك الساعه ما قاريش ولا كانت عنده شي عطله. المهم كان في الدار. لا يا ربي ديك الساعه باقا ما دخلتوش الحضانه، لا حتى غنولد ولدي ثاني عاد دخلته الحضانه. صافي كنحاول نتفكر، ما كانش داخل الحضانه، لصق فينا والو، كيبكي ربي اللي خلقه. قال لي راجلي صافي انتي معانا، خليه معايا وانتي دخلي ديري لهذا. صافي هزيناه لبستو حوايجو داك الشيء، ديناه معانا في الطوموبيل، غاديه في الطوموبيل. وكيسولني راجلي، كنحاول نتفكر الرؤساء ديال الميريكا اللي دازو هذه، المهم التاريخ داك الشيء كنراجع. وراجلي غادي صافي كيسول فيا وانا كنجاوبو. شوف بديت كنحس بالوجع، ما بغيتش نبين لراجلي. هو كيجاوب داك، هو كيسولني داك الشيء وانا كندير قال لي كيقول لي مالكي؟ قلت لي والو والو على الخلعه. شويه عاوتاني كيدير وانا كندير ليه، عرفتي شافني، شافني ديك ديال بحال هكا كنتوجع في صمت، ما بغيتش نقولها لي حيت خصني نرجعها للدار. سينو سير عاوتاني امتى غيعطوني المواعيد ديال الجنسيه؟ كنقول صافي غنولد وغنتبرزط وما عنديش كندير وصافي. تما بقات مشات ليا الجنسيه صافي، غاديه وكيسولني وداك الشيء وانا كنجاوب. واحد الوقيته والله العظيم الا بحال داكشي ديال الافلام، شويه وانا نشد في الطوموبيله هكذايا، الوجع 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 الوجع
انا حيت في ولدي الاول ما جربتش شنو هو الوجع الولاده، حيت ما خرجت شهري وما جانيش الوجع، وولدوني داروا ليه موجع اصطناعي، دونك ما عرفتش شنو هو وجع الولاده. شويه داكشي غادي وكيتزاد، وانا عقلت الطبيبه قالت لي الوجع الولاده كيبقى كيولي مقارب، غادي وكيولي مقارب، وجعه مورا وجعه. الناس اللي العيالات اللي الوالدين راه عارفين. صافي شويه كنشد هنا، صافي ديك اللي ما بقيتش واحد لقيتها وانا كنشد، كنغوت ربي اللي خلقني. صافي دغيا دارت بيدني، كنقول لها لي غنولد الطوموبيل واش داكشي، واش ديك الساعه جاب الله باقي ما كاينش هادشي ديال اليوتيوب والسوشيال ميديا اللي غادي نتفضحوا، ولا غنلقى راسي في اليوتيوب ولا السوشيال ميديا. عرفتي شاده في الطوموبيل، صافي داكشي بغات يكيتشعل، عرفتي راه واحد الوجع. هي هي انا كان ما عارفاش الوجع الولاده ديك الساعه عرفته، وكنشوف وكنغوت كنغوت. كيقول لي واحد لقيت لا قبل ما نبدا نغوت، ملي بديت شادو كندير كيقول لي صافي رجعوا رجعوا. انا كنقول لي سير سير كمل، ما حشمتش، كنقول لي كمل كمل. كيقول لي واش متاكده؟ كنقول لي سير كمل. كنقول لي راه ماشي الولاده، هذا راه وجع عادي. ايوا شويه صافي داك الشيء كيتجهد، كتزاد معايا الزيد. صافي شديت فوق كنغوت، ولدي اللور تخلع بدا كيبكي. عاتي الناس اللي جاي من الطوموبيلات من حدايا عاد كيشوفوا فينا وكيتفرج كيتفرجوا كيشوفوا فينا وتخلعوا وكيديروا هكا بوليس بوليس بوليس. ما كيصحاب ليهم راجلي كيضربني وما فهموا والو، وانا كنتغوت كندير لهم زعما راني حامله حامله، وكنغوت. كيقول لي نعيط نعيط لامبيلونس، راجلي كيقول لهم لا صافي صافي. عرفتي وباش يقلب الدوره ويرجع، حنا في لوطوروت ناري ما هي مالو نوا، والخرجه الاكسيد ديال لوطوروت راه باقا بعيده. عرفتي هذا دار وخاص خروج ضرب واحد الدوره وباش نرجعوا، وبلاصه الجنسيه كانت بعيده عليا. صافي رجعنا للدار، حطيت حيت خاصني نرجع ولدي ما يمكنش دي معايا، وحطيت ولدي مسكين كيبكي 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 كيب. حطيته لعدوسي الله يرحمها وخالتها واختها، كيقول لي ماك ماك مالك. انا بقيت في الطوموبيل راجلي دغيا عطاهم ولدي وخرج، كيقول مولي ولي نسري نسري نسري، ما فهم والو مساكن. وبقى فيا ولدي اللي كيبكي. المهم دغيا عرفتي غادي مكسيري. صافي داني اش غنقول لكم، تلمو داك العذاب اللي شفت ولدي الاول، سواء منين كنت حامله به سواء في ولادته في تربيته، يا سبحان الله داك الوليد ملي تولد ما حسيتش بيه ما حسيتش بيه لحد الان، بقى ما عقلاش. اخر لقطه في دماغي ملي وقفنا في السبيطار، صافي هي بحال غيبت، كنفيق كنلقى راسي وسط واحد لاصال ما فهمت والو، الظلام، وانا طرطقات لي السقيه تما يمني هبطوني طرطقات لي السقيه، كنشوف راسي ما فهمت والو، والماء في الارض. شويه عاوتاني كنحس براسي غيبت، حتى كنفيق كنلقى كنسمع حلمت، ما حسيت لا بوجع لا بالم، ما فهمت والو والله العظيم. كنقول راجلي شنو طاري فين انا شنو هاد الشيء، عرفت واحد الولاده الله يعطيها لكل مسكينه، هي قريبه تولد ولا حامله، واللي حرمهم ربي يا ربي تسهل لكم ويرزقكم الذريه الصالحين ان شاء الله، واللي عنده وليدات الله يحفظهم ليهم. مهم فقط قلت لكم كنلقى البيبي صغير وراجلي شادو مسكين وفرعوا هذوك الفرميات كيسمسحوا ليه وهذا، عرفتي كندير ملي فقت وحليت عيني كندير راجلي اكل جنسيه اكل جنسيه عرفتو والله العظيم كنقول اه كيفاش شنو، عرفتي ما فهمت والو، فقط دايخه بحال كنت مبنجه ولا مرفوعه والو والو والو. كنقول ليه واشنو هذا شكون فينا ولدي والجنسيه، عاد فقط دايخه 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 دايخه. عاد دابا هذا والله العظيم كنسجل لكم فيديو ولدي صنع ليا، هذا نيت اللي ولدته سبحان الله. لقيت راسي كنسجل لكم هذا الفيديو نهار عيد ميلاد ولدي، اليوم عيد ميلاده سبحان الله. شوف والله العظيم ما كنتش ناويه نسجل هذا الفيديو، انا مشيت نحليه الباب وانا نتفكر قلت لي عاد كنسجل الفيديو اللي ولدتك، واليوم صدق نهار عيد ميلادك كنسجل الفيديو. المهم فقلت لكم ولدي عطاني راجلي عطاني ولدي قال لي الجنسيه الجنسيه، وانا ندير اه الحمد لله الحمد لله كل شيء زوين. صافي عيت لمراجلي قال لي ماش كاين اش كاين، وعطاوني رونديفو واحد اخر، والحمد لله سبحان الله ما بعدوش ليا. انا قلت صافي مشى ليا ثاني شي 6 شهور ولا شحال، يمكن لا في نص الشهر عاودوا عطاوني رونديفو. مشيت عاوتاني ديت معايا ولدي، ديتو معايا كان صغير بيبي، ديتو معايا في الكارسيت ديالو، وكان عندي رونديفو
مشيت وكانوا كيقولوا لي كان هذا الشيء من خلال تجارب البنات اللي دازوا داك الشيء كيقول لي يا الله يدوزي عند واحد الراجل تمايا راه ظريف وداك الشيء كان كيقول لي الله يجيك داك الراجل واحد تمايا كان كيدير لي زانترفيو كان ظريف يعني ما كيشتش لا كيسمع كندير الشال عليا وداك الشيء خلاو انا راه ماشي محتجبه انا محتشمه لان الحجاب عنده قوانين وانا كيعجبني نرمي عليا الشبكه مستوره عرفتي جالسه كنشوف حاضيه كنقول يا ربي جي فيا هو يا ربي جي فيا هو كانوا كيقول لي راه كاينين شي وحدينات شويه مسمومات وهذا وعنصريات المهم ما غاجي فيا واحد البنت عرفتي داخله مخلوعه وكنقول لها راه غتشد معايا العكس غتشوفني دايره الفولار ما هاديه مسلمه عربيه والحمد لله ربي يسر ان شاء الله يسر لكم تنتوما. دخلت عندها سولتني دغيا شنو السؤال اللي قالت لي انا كنتسنى وانا حافظه التاريخ الامريكي قالت لي اكتبي هو ابني وهي ابنتي صافي هيز ماي سان شيز ماي دوتر صافي كنقول او هذا هو امتحان وكنت باقي لها قلت لها اوكي دات سيت زعما صافي قالت لي يس قلت لها هذوما الاسئله قالت لي واش كان عندك رونديفو قبل قلت لها وعاودت لها قلت لها راه انت بسبب هذا الوليد هو اللي حرم عليا الجنسيه المره الاولى قالت لي هو بسبب هذا الوليد راه كي نجحتي وغتاخدي الجنسيه ان شاء الله عرفتي فرحت قلت لها ثانك يو سو ماتش سبحان الله كنت كنقول لها غتشد معايا نعكس بقات هي الله يعمرها دار وبسبب خويا نزل لي قلت لهم حرم عليا الجنسيه مشيت ولدتو كنت غادي ندوز الجنسيه صدقت غادي للسبيطار نولدو وشوف ولدت قبل الوقت كانت عندي الجنسيه شهر 6 وما كان عندي حتى الاخر شهر 6 الحمد لله ربي يسر الامور عطاني ولاده سهله الله يجعل كل حامل ان شاء الله يعطي ربي ولاده سهله والحمد لله هذه كانت غير هاد شي ولا طرافه ولا المهم نكته دعابه كيفاش خديت الجنسيه ديالي وسبحان الله راه كتمشيو فين مشاكم الله المكتوب شوف انا فين كنت غاديه شوف فين صدقت وسبحان الله وداز الوقت وقالت لي بسبب هذا الوليد هذا راه كي نجحتي وغنعطيك الجنسيه على قبله والحمد لله والله يسهل عليكم جميعا ان شاء الله ونتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم في هذا الفيديو ولا تفكرت شي حوايج اخرين بزاف بزاف عندي ومره مره هكذا الا عجبكم هذا الموضوع مره نعطيكم قصص كيطراو ليا تمايا في الغربه خصوصا في امريكا ان شاء الله نتقاسم معكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله باي باي.